رامي مفيد واصف جمعة من سكان نابلس البلدة القديمة، عمري 25 سنة. أنا بساعد والدي، عندنا محل دواجن. تم اعتقالي بتاريخ 13/3/2007. أنا كنت نايم ساعتها، إجت والدتي صحتني بتقول لي رامي في جيش باب الدار، شكلهم جايين عنا. أنا قمت من النوم، يعني الواحد نايم بأمان واستقرار قاعد، قمت زي المجنون زي ما بقولوها. قمت طوالي طلت الهوية، استعديت، ما لحقتش أخرج من باب الغرفة اللي كنت نايم فيها ولا أبوي فاتح باب الدار. فجأة ما لقيت إلا الجيش بيناتنا، صاروا جوا البيت. جوا البيت طلبوا من اللي بالدار إنهم ينزلوا عند دار جيراننا، كان معهم كلبين. لا أنا ما أجد بدي أنزل أخذ أختي الصغيرة وأنزل فيها، اللي بقول لي أنت تعال. قلت له البنت خايفة من الكلب، الكلب خوفها، يعني كيف بدها تنزل؟ اللي بقول لي لا أنزلها أعطيها لأمها وتعال. أعطيتها لأمي. المهم أنا واقف لسه واقف بين الجنود، اللي هو في الملتم اللي معاهم سحبني وأخذني على الحمام على المرحاض البيت، وقعد أحقق معي تحقيق ميداني. اللي هو قعد يضرب فيي ببسطاره على إصابات إجري من هون، يضرب علي. فأنا شد علي بالتحقيق، بقول لي هلا بنهد الدار عندكم، يضربني على إصابات إجري، يضربني بغصات على كتفي هون. اللي هو بعديها إجا علينا كابتن، فات عندي على الحمام مرحاض صغير، كان هذاك الملتم كان بحقق معي وبيضرب فيي. قلو اجا مد راسه من الحمام وطلع علي، بقول لي مرحبا. قلت له اهلين. اللي بقول لي انت رامي؟ قلت له رامي. قلو فات عندي، سحبني واخذني مع على اوضه النوم عندنا. اللي بقول لي انا الكابتن عاصف معك. قلت له اهلا وسهلا. اللي بقول لي رامي معنا امر باعتقاله، وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله انا بوعدك ان شاء الله 3 ايام بترجع لاهلك. نزلت اودع اهلي، طبعا وداع كثير صعب كان بالنسبه لي، انه اول مره بمر ظرف اعتقال مثل هذا. اللي هو بعدها فوتني على الغرفه الثانيه، ربطني قيدني من وراه وحط عصبات على عيوني ومسكني من أواعي ونزلني على الدرج. طبعا الواحد مغمغم وهذا مش عارف كيف بده يمشي، رحت ما اوعي اني معاهم. ابوي كنا وقف على الشباك بده يطلع علي، بعد ما لسه الجيش على باب الحوش احنا كنا، اللي هو ضرب طلق على الشباك على ابوي. هلا كانت الدنيا شتاء، كانت الدنيا بتشتي الدنيا قاعده. فخرجنا على باب الحوش، مسكوني من أواعي هيك، وشيء مر شيء يعني ياخذوا طريق لبعض. وصلنا على منطقه ترابيه عندنا على باب الحاره، اجيت بدي اطلع بالجيب بالشحن الكبير. طبعا اخر نظره كثير نظره مؤلمه وصعبه الي بالنسبه الي، طلعت اخر نظره على الحاره، يعني كان العصبه شويه من هون مبينه. طلعت على الجيران انه بتطلعوا من طرف البرادي، طلعت على اهلي هنا على الشباك. فاخذوني طلعوني بالشاحنة الكبيره، اول شيء قعدوني على كرسي، بعدين ما لقيت الا احد الجنود بعرف ايش شو خليته، مسكني من اواعي وزتني على الارض، حطوني بين الاجرين ويصبوا علي بالطريق، يشتموا الذات الالهيه ويا مخرب يا من هالحكي. وفي احد الجنود حط بسطاره على راسي، انا قاعد كل ما اصيح اقول له الكلبشات بايدي، اصيح اقول له بوجعوني فكهم او ارخيهم، اجى شدهم بزياده ما رخاهوش. فبرضه حاطين الكلب كانوا جنبي، واحنا المسلمين برضه الكلب بنجسنا، في ضربه قديمه بصدري. فمتضايق من القعده، القعده اللي كانوا قاعدين اياها مباطحين على الارض، قعده غير صحيه يعني، كثير تعبت منها. كل ما احكي لهم متضايق ولا متوجع ولا اشكي شو وجعي، يصب علي ويضربوني. ضرب عادي بالبسطار على راسي، اسكت اللي مثل هيك، اعمل لي هيك باجره، يعني زي كنا بتعامل مع حيوان ولا مع مش مع بني ادم. بعدين نزلونا انا والشاب اللي معي، قعدونا بمنطقه هيك، كنا نسمع بس صوت مخاشير. منطقه كانت الدنيا برد ايام، تركونا بالعرى برا، الدنيا ساعه، كل ما نحكي كلمه نلاقي شلوط على راسي ولا على وجهي ولا على اللي معي، يضربوا على يضربونا. بعدين اخذونا على منطقه، يعني شبهتها انا باشبه نادي حديد عندهم جوا، قعدونا على الارض وبطلب منا ميه،
بعد قرب ما يطلع النهار. بقول له عطشان بدي اشرب. اللي بقول لي فيش ميه. قلت له عطشان بقول لك يعني مش عطشان بدي اشرب. اللي بقول لي فيش ميه. شفت الجندي هو قاعد بيشرب كولا. قلت له طيب شربني كولا. قال بدي بالريقه ما قبلش يشربني. بعدين رد اخذونا على معسكر حواره. معسكر حواره اللي عرفته انه هاي المناطق مجهوله ما عرفتهاش.